بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم كم سنة تعيش الوزة. طبعا هنقول لكم بكل التفاصيل قبل بداية هذا الفيديو. يلا ناخد حسنات مع بعض ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وطبعا ما تنساش أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. ولا تنسى أن تكتب لنا تعليقات جميلة وتشجعنا في هذه القناة. زي ما شايفين حضراتكم دي منظر الوزة وشكلها الجميل والكيوت، حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. طبعا الوزة دي هنقول لكم ازاي بتعيش حوالي كام سنة، او بتعيش بالظبط كام سنة. طبعا بتعيش من 10 إلى 20 سنة. دي الوزة يعني بتعيش من 10 إلى 20 سنة. وحبيت طبعا اوضح لكم هذه المعلومة على البسيط وعلى السريع. ما تنساش ان تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.